أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرتنا المحلية. تتعرض الأطنان من منتوج البصل بمنطقة عين قسمة ببلدية ملاكو ولاية تيارت إلى التلف والضياع، وهذا في غياب أماكن مخصصة للتخزين، مما اضطر الفلاحين إلى ترك منتوجهم في العراء. تقرير ديار بن داود. يعاني العشرات من الفلاحين بدوار سيدي بلقاسم بعين قاسمة ببلدية ملاكو بتيارت من تهميش السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها إنجاز المسلك الوحيد الذي أثر سلبا على إنتاجهم لأطنان من مادة البصل التي تتعرض اليوم للضياع أمام أنظار المسؤولين. كاين أطنان تاع منتوج البصل راهي معرضة للضياع وراهي مخزنة بطريقة بدائية. الله غالب من ضعف الامكانيات ما عندناش، والمشكل الاساسي والمشكل الكبير اللي راه معوقنا هو قضيه الطريق. عندنا ثقه في السيد الولي ونطالبوه باش يشوف لنا حل في سبب الطريق. الناس التجار ما بغاوش يجونا. فمعاناة الفلاحين تزداد تعقيدا في مثل هذه الأيام من الشتاء، أين يعكف أكثرهم على تخزين منتوجهم بطرق تقليدية في ظل عزوف تجار الجملة من الدخول إلى أراضيهم بسبب اهتراء هذا الطريق. إذا كان مساكن هذا يضيع، هذا راه ضعف الاقتصاد الوطني. احنا نخلوه ب 2003 ونشرو به ب 12000 في الربيع. ياك هذا السلطات المحلية راهم داروا شحال من خطرة، الديبي نتاع هذا الطريق، ولكني صراحة نقولوا الطرقان اللي ما راش تجيب التفتيت ما راهمش يبغوا يخدموها. فالتخوف من خسارة إنتاجهم دفع الفلاحين إلى الاستنجاد بوالي تيارت للتدخل، رغم مراسلاتهم الدائمة للمسؤولين بقطاع الفلاحة وبلدية ملاكو، وهو ما يجعل معاناة الفلاحين تستمر إلى أجل غير مسمى. مشكل التخزين يؤرق أيضا تجار ميلا، حيث سجل التجار في الولاية نقصا كبيرا في الأسواق المغطاة، ويمارس الكثير من التجار نشاطاتهم في ظروف مزرية خاصة مع اشتداد البرد، الأمر الذي يعرض سلعهم للفساد. ورقة في الموضوع في تقرير سفيان بوعون. يشتكي سكان مختلف بلديات ولاية ميلا من نقص التجمعات التجارية، مما تسبب بانتشار طاولات بيع الخضر والفواكه عبر الأحياء السكنية، وهو من جر عنه عرض سلع في ظروف غير لائق. أنا السوق هذا قدام من سنة وإحنا فيه واحد 10 سنين وإحنا هكذا ميزرين، لا برد علينا ولا ثلج علينا ولا نوع علينا، رانا نطلبوا يخدموا لنا السوق في أقرب وقت. لم تلبي الأسواق الجوارية المنشأة الأعداد الهائلة من باعة الأرصفة والمتجولين، وهو ما أصبح يشكل تحديا للسلطات المحلية لتدارك الأمر بمحلات باتي ميطال بالعديد من بلديات الولاية. تعرف نسبة تقدم الأشغال نسب متفاوتة من سوق إلى آخر. سيتم استلام 3 أسواق خلال شهر ديسمبر، والأسواق الأخرى سيتم استلامها تدريجيا. لم يتبقى إذن أمام المؤسسة المنجزة لهذه الأسواق إلا 7 أشهر لتجهيزها ومنح المفاتيح قصد توزيعها على أصحابها والرقي بالخدمات التجارية لمستوى آمال المستهلكين. احنا نطالبوا باش يزيدوا لنا أموا 7000 باش نلبيو الرغبة نتاع التجار ونقضيو على التجارة الفوضوية. حرمت ولاية ميلا من خلال دوائرها الكبرى من أسواق باتي ميطال، مما يجعل المشاريع الممنوحة لا تلبي الوضعية القائمة واقعيا، وهو ما ينتظر الوزارة لتداركه لأجل القضاء على التجارة الفوضوية. في السكن، بعد معاناة دامت قرابة 20 عاما في بناية هشة، قامت السلطات المحلية لبلدية عين البيضاء بولاية أم البواقي على ترحيل عائلة فقيرة إلى سكن اجتماعي لائق يتوفر على شروط الحياة الكريمة. تقرير رشيد مقدم. 20 سنة من المعاناة وحياة التعيس في هذا المكان الحزين. مسكن هش هششت واقع عائلة تعليق بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي. عائلة متألمة شاكية كصوت أصم. عبد المالك 35 سنة، معاق حركيا مقعد طوال حياته، والأم متعبة من وضعها الاجتماعي الرهيب. ولكن انقشع الضباب ولاحت شمس الحياة الكريمة، وسلطات بلدية عين البيضاء تتحرك وتمنح مسكنا اجتماعيا لائقا للعائلة في إطار القضاء على البناء الهش. فجاءت عملية الترحيل بحضور منتخبين محليين الذين سخروا شاحنة وعمال لمساعدة العائلة الفقيرة في صورة تضامنية الأولى من نوعها. حضرنا هنا وحضر معنا الشعب أننا راح نرحلوا هذه الحاجة هذه
اللي راهي هي في حد ذاتها راهي معوقة وعندها ابن معوق كما شفتوه، وهذه الاوبيراسيون هذه داخلة في إطار القضاء على البناء الهش. من بينهم هذه المرأة هذه اللي كانت منسية منذ 20 سنة، الله أعلم 20 سنة وهي هنا اليوم، يعني البلدية راهي تولهت ليها. كنت نكري وجيت هنا نسكن، سكنت في الكراج. وما أروع أن يحذو الآخرون حذو سلطات بلدية عين البيضاء، وكم جميلا لو عاش المسؤولون عيشة المعذبين في الأرض. في نفس الموضوع، طلب المستفيدون من مشروع 60 مسكنا تسهمي بمنطقة جديوية ولاية غليزان من السلطات المحلية النظر في وضعيتهم، فبعد أن دفعوا جميع الأقساط للاستفادة من السكنات فوجئوا بأن صاحب المشروع متابع قضائيا ويقبع في السجن. قسوم بوغلمونا رصد التالي. من التأخر المرقى العقاري دولة العربي من سنة 2006 لحد الآن، معظم المستفيدين كملوا الدراهم كامل وما زلنا نعانوا. توجهنا للسلطات المحلية على مستوى الولاية، قدمنا رسائل شكاوي، ما زلنا لحد الآن نتخبطوا في المشاكل. السيد مؤخرا سمعنا به يقال أنه في السجن، الله أعلم من صحة ذلك الخبر. احنا موظفين بسطاء، تكاليف الكهرباء الباهظة وتكاليف المصروف وتكاليف البنك رانا نخلصوا من جهة. احنا درك وين نجيبو؟ احنا مجرد موظفين بوساطة، رانا درسنا مع المديرية، اتجهنا مديرية السكن، هذا السيد المدير تاع مديرية السكن والتجهيزات العمومية ما ادهاش كاع فينا، كل مرة هارا عندي اجتماع، هارا كذا، ورانا بين أخذ ورد. من جهته أكد مدير السكن والتجهيزات لولاية غليزان أن القضية في أروقة العدالة الإدارية، وسيتم تحويل المشروع لمرق آخر لإكماله. في غردايا تحولت محلات الرئيس مكانا لتعاطي المخدرات بعد تأخر توزيعها على الشباب الراغب في استغلالها لفتح محلات تجارية بها. المزيد مع عاصم بخاري. الحوانيت علاه مسكرين هكا في 5 سنين؟ علاه قاعدين هكا نديروا حل على رواحنا، نخدموا نضبنوا مستقبلنا هنا، قاعدين غير الناس يجوا يفسدوا فيهم هنا، يسطوا فيهم، يديروا واحد موبيقات كاع ما كاش منهم، علاه ما يديروا لناش حل هنا؟ نديروا حل الحوانيت هنا، نولوا نشروا هنا خير، نهبطوا للضايا غردايا اصرف اش قادر نوض منا 20 كيلو تخلص ترونسبورت. من جهته نائب رئيس بلدية غردايا أكد أن المحلات سيتم توزيعها على الشباب، وسيتم متابعة المستفيدين الذين لم يستأنفوا نشاطهم. فيما يخص قضية المحلات السيد رئيس الجمهورية والبلدية، وكذلك بتنسق مع السيد أمين العام في أسبوع يعني الماضي، قمنا يعني بجلسة تنسيقية وفيها كذلك تحريك القضية، متابعة ربما مستقبلا، يعني متابعة أولا الأشغال، ربما هناك بعض محلات ما همش مجهزين، وفي محلات مجهزين إن شاء الله ستقدم في أقرب وقت لطالبي، وخاصة اللي عنده ملف كومبلي ومن الأولويات أنه هو اللي يستغل المحل. ختاما، اختارت المحافظة السامية للأمازيغية التابعة لديوان رئاسة الجمهورية ولاية تبسة من أجل احتضان عيد السنة الأمازيغية المعروف بعيد يناير، وذلك عبر برنامج ثري ومليء بعدد من النشاطات المخلدة للذكرى التي لها امتداد تاريخي يعود إلى ما قبل الميلاد. تقرير سليم دريد. تحتضن ولاية تبسة لأول مرة في تاريخها الاحتفالات الرسمية الخاصة بعيد السنة الأمازيغية الجديدة 1964، وذلك من أجل تأكيد البعد الأمازيغي والهوية البربرية لأغلب سكانها عبر برنامج ثري يليق بمقام التظاهرة ذات القيمة الرمزية التي يرجى منها تفعيل آفاق إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية للولاية. نحس على الجمهور الكبير على ضرورة التكفل الجدي بالبعد الأمازيغي محليا، والإعلان عن أفاق تعميم وإدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية هنا في تبسة. أنا نقول إمكانية إدراج الأمازيغية في المدرسة
الجزائرية في المدرسة هنا محليا في منطقة تبسا من يعني المشروع نقدروا نجسدوه. ويعتبر يناير عيدا ألف تبسيون الاحتفال به نظرا للامتداد التاريخي الذي يعود إلى عام 950 قبل الميلاد، عندما هزم الملك الأمازيغي شيشناق فرعون مصر وحكم البلد لمدة تجاوزت قرنين من الزمن. ختام نشاطنا المحلي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.